شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا فيما مضى حول موقع الدعاء في ظل نظام العلل والمعلولات، وفي هذا اليوم نتحدث بإذن الله حول موقع الدعاء في ظل نظام القضاء والقدر الإلهي. هنالك سؤال يطرح ويراود الأذهان، وهذا السؤال هو أننا نعلم أن كل شيء في هذا الوجود من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة، كل شيء في هذا الوجود يجري وفق تقدير إلهي دقيق. الله سبحانه وتعالى يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هنالك حساب دقيق يلف هذا الكون كله، هنالك قضاء إلهي، هنالك قدر إلهي. جرى قلم القضاء بما يكون، فسيان التحرك والسكون. إذا كان كل شيء مقضي منذ الأزل، إذا كان كل شيء مقدراً منذ الأزل، أنا عندما أرفع يدي إلى الله وأقول: اللهم استجب لي، ما هو دور هذه الكلمات؟ وهل تستطيع كلمات أن تغير القضاء والقدر الإلهي؟ إذا كان الله قد قدر شفاء المريض،
فشفاؤه حتمي، فما هو دور الدعاء؟ وإذا لم يكن الله قد قدر شفاء المريض فموته حتمي، فما هو دور الدعاء؟ الأمر إما واجب الوجود وإما ممتنع الوجود، كيف يمكن للدعاء أن يؤثر أثره بين معادلة ذات طرفين إحداهما واجبة الوجود والثانية ممتنعة الوجود؟ في الجواب على هذا السؤال نقول: القضايا على نحوين. النحو الأول القضايا التنجيزية، تنجيز يعني حتم، هذه القضية وجودها أو عدمها حتمي، هذه قضية تنجيزية. كثير من المعادلات التي تحكم هذا الكون معادلات تنجيزية، يعني شنو؟ يعني حركة الشمس، الشمس والقمر بحسبان، كل شيء في هذا الوجود من القضايا التكوينية التي نراها في هذا الكون القضايا الجبرية، قضايا تنجيزية. لذلك تشوف الفلكي قاعد في بيته، أكو هنالك حسابات دقيقة، يلاحظ هذه الحسابات، يرصد حركة الكسوف وحركة الخسوف، الخسوف الكلي الخسوف الجزئي، بعد عشرات السنوات. ما يقول الليلة القمر ينخسف بكرة الشمس تنكسف، لا، يقول بعد 50 عام سوف يحدث كسوف كلي أو جزئي في المنطقة الفلانية. وإذا الفلكي يكون فلكي قدير، فلكي ماهر، حسابه لا يخطئ. ليش؟ لأن هذه الحركة، حركة الشمس وحركة القمر، مقدرة وفق تقدير دقيق من أدق ما يكون. كلما تقدم الإنسان وتقدمت علوم الإنسان استطاع أن يكتشف جوانب من هذه الدقة المتناهية التي تحكم هذا الكون. هذا النوع الأول القضايا التنجيزية. النوع الثاني القضايا التعليقية. ما هو معنى القضية التعليقية؟ القضية التعليقية أكو هنالك مقدم وأكو هنالك تالي، وجود هذا التالي معلق على وجود ذلك المقدم، ونقيض ذلك التالي مقدم ومعلق على نقيض ذلك المقدم. فالقضية مو ذات طرف واحد، القضية ذات طرفين. عندك مريض، ما هو مصير هذا المريض؟ إذا عالجته يشفى بإذن الله، إذا لم تعالجه
لا يشفى، هاي قضية تعليقية، إذا أخذت إلى الطبيب يشفى، إذا ما أخذت إلى الطبيب لا يشفى. ماكو هنالك حتمية في هذه القضية، أكو هنالك تعليق، إن شرطية. على ضوء هذا المدخل نأتي إلى الدعاء. دائرتان، الدائرة الأولى دائرة القضاء والقدر، الدائرة الثانية دائرة الدعاء. إحنا إذا فرضنا بينونة بين الدائرتين، دائرة الدعاء دائرة القضاء، لنا أن نسأل ما الذي يصنع هذا الدعاء في تلك الدائرة؟ ماذا يصنع الدعاء في القضاء؟ ولكن القضية ليست على هذا النحو، ما عندنا دائرتين متباينتين. دققوا جيدا في هذه القضية، دائرة القضاء تنطبق على دائرة الدعاء، الدعاء جزء من معادلات القضاء، القضاء الإلهي تحكمه معادلات، قرره الله سبحانه وتعالى وفق معادلات، من جملة هذه المعادلات الدعاء. فإذا دائرة القضاء تحتوي ضمن ما تحتوي على دائرة الدعاء. زكريا صلوات الله وسلامه عليه عاش عمراً وليس عنده ولد، هذا الشعور، الإنسان يشعر بالحاجة إلى الامتداد، لا أنتهي بموتي ينتهي كل شيء، لا، هنالك ذرية تحملني وتشكل امتدادي. إذا زكريا لم يكن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، هنالك دعا زكريا ربه. ليس من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى كان يرزقه الذرية، الله ليس محتما عليه أن يرزق شخصا ذرية، ماكو هنالك حتمية، إذا دعا يرزقه الله، إذا لم يدعو لا يرزقه الله. شخص في قم قبل سنوات كانت عنده طفلة، هذه الطفلة أصيبت بمرض قاتل في المخ، ويأس الأطباء من علاجها، انتهى المرض، كان يمكن أن يعالج مبكراً، ولكن لم يلتفتوا إلى المرض واستحكم المرض في المخ، بعد ماكو أمل في شفاء الطفلة الصغيرة. الأب كان عنده واي تعلق بهذه الطفلة، طفلته الأولى وإلى علاقة خاصة بهذه الطفلة. المهم أخذ يدعو الله سبحانه وتعالى ويتوسل، ولكن يبدو أن القضية قضية كانت حتمية، أجل حتمي، هكذا كان يبدو. لذلك جاء واحد من المتدينين المقدسين، جاء إلى هذا الأب وأخذ يمهد له تمهيد، شايفين إذا واحد والعياذ بالله أصيب بمشكلة بمصيبة أو أوشك على أن يصاب بمصيبة، يجي واحد يمهد له، الصبر الأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصابرين، وأخذ يمهد له حتى إذا سمع النبأ. البنت ما كانت ميتة ولكن النتيجة كانت واضحة حتمية، إذا سمع النبأ لا يتأثر كثير. أبو الولد يعني جد الفتاة الصغيرة كان في الحديقة يسمع هذا الحديث،
نادى ابنه والد الفتاة قال له فلان ليه يخدعك هذا الكلام؟ الكلام حول الصبر وحول الصابرين، تمسك بالدعاء ليصير عندك فتور. تسمع كلمات الصبر إذن انتهت القضية؟ لا، ما انتهت القضية، تمسك بكل قوة بالله سبحانه وتعالى، بحبل الله سبحانه وتعالى. حقيقة كلمة جيد، حتى إذا رأيت أن الأمور بعد انتهت، بعد ماكو أي مجال، القضية سوف تقع حتما، هاي إرادتك لا تفتر، تمسك بحبل الله، التجئ إلى الله. وفعلا هذه الكلمة من هذا الوالد لولده كانت مؤثرة، تمسك وتوسل ودعا ودعا إلى أن تحققت المعجزة وشوفيت البنت، ولا زالت إلى الآن على قيد الحياة. الإنسان لا تقل إن الأمر قد فرغ منه، انتهى كل شيء، أبداً. الدعاء مؤثر، الدعاء يرد البلاء، وقد أبرم إبراما. هنالك بعد آخر للدعاء، وهذا البعد أن الدعاء يحتاج إلى انقطاع. ما هو معنى الانقطاع؟ الانقطاع نوعان. النوع الأول الانقطاع الاضطراري. كيف يتحقق الانقطاع الاضطراري؟ هذه حالة فطرية في الإنسان. شايفين الطفل عندما يولد لا يعرف أن هنالك هاضمة، أن هنالك بدل ما يتحلل، ما يفهم هذه المعادلات، حاجة فطرية في داخله تدفعه لأن يحرك رأسه يمينا وشمالا يبحث عن اللبن. إذا وجد اللبن يلتقم اللبن، وإذا ما وجد اللبن يبكي. هذا شنو؟ هذا اندفاع فطري، انقطاع اضطراري. جاء رجل كما في الرواية إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه وقال دلني على معبودي. قال يا عبد الله أركبت السفينة؟ قال نعم. قال وهل كسرت بك السفينة حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ في وسط البحر ماكو هنالك أمل وماكو هنالك مغيث، أنت في تلك الحالة، المؤمن في تلك الحالة، بل حتى الكافر في تلك الحالة. في تلك القضية المعروفة، ذلك الرجل الملحد في الطائرة عندما أوشكت الطائرة على أن تسقط، رئيس دولة إلحادية بنى دولته على الإلحاد، ولكن عندما تكون الطائرة في حالة السقوط تعود الفطرة وتحيا الفطرة من تحت هذا الركام، فيقول يا الله. ملحد ولكن الفطرة تهديه إلى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الانقطاع الاضطراري. ولكن قمة كمال الإنسان، مخ العبادة، لعله أفضل العبادة،
في بعض الروايات العبادة الكبرى الانقطاع الاختياري إلى الله سبحانه وتعالى. الشاب المؤمن والشيخ المؤمن عندما ينهض في هذه الليالي في وسط الليل ويقول يا الله، هذا انقطاع اختياري إلى الله، هذا الانقطاع دعاء أبي حمزة الثمالي بتلك المضامين الرفيعة التي يحتوي عليها. هذه الأدعية كنوز لا يملكها غيرنا، أية فئة ثانية، أية طائفة ثانية لا تملك مثل هذه الكنوز التي نملكها نحن. لا تشوف مفاتيح الجنان، كتاب صغير الحجم، هذا الكتاب يحتوي على كنوز من أثمن ما تملكه البشرية من الكنوز. إذا واحد وصل إلى هذه الحالة، حالة الانقطاع الاختياري عند الله، الروح تحلق، الروح ترتفع، رأيت طيران الطير، ولكن هل رأيت طيران الإنسان؟ هذه المناجات وهذه الأدعية وهذه الأذكار تشكل طيران الروح. الإنسان إذا وصل إلى هذه الحالة بعد تهون في نظره الحياة. في تلك اللحظات واحد يفكر شنو هذه التفاهات التي أشغلنا أنفسنا بها. في ذلك المعراج يخير المقدس الأردبيلي بين أن يحصل على ماء وضوء صلاة الليل وبين أن تتحول هذه المياه كلها إلى ذهب. المقدس الأردبيلي يقول يا الله، الأردبيلي يريد ماء يتوضأ به لصلاة الليل ولا يريد ذهبا. ما قيمة الذهب أمام الإنسان الذي ارتفع إلى هذه المستويات؟ أعظم من هذا، الإنسان في هذه الحالة لو خير بين المسجد وبين الجنة، طرف المعادلة مسجد وطرف المعادلة الجنة، هل تفضل أن تكون في المسجد أو أن تكون في الجنة؟ سئل أحد الأئمة صلوات الله عليهم أو أحد الأولياء، قال أفضل أن أكون في المسجد. كيف؟ لأني في المسجد أرضي ربي وفي الجنة أرضي نفسي، ورضا ربي أحب إلي من رضا نفسي. هذا هو تحليق الروح، هذا هو طيران الروح. في الرواية أنه عدة أشخاص يظلهم الله سبحانه وتعالى أو قريب من هذه المضامين. واحد منهم رجل خرج من المسجد وقلبه متعلق بالمسجد. هذه المساجد بيوت الله في الأرض، تشع لأهل السماء كما تشع النجوم لأهل الأرض. عندما يخرج من المسجد لأنه مضطر، عند عمل، عند شغل، ولكن قلب متعلق بالمسجد، قلب متعلق بالله، يعود إلى المسجد من جديد. في هذه الليالي
وفي هذه الأيام نحن نمنى عمرا. الشاعر يقول ما معناه نمت عمرا، انهض ليلة واحدة وخذ الملك، انهض ليلة واحدة وخذ أزمة الملك بيدك، مو ملك الماديات، مو ملك الذهب والفضة، كل ما خولناكم انتهى. يملك الملك المعنوي، انهض ليلة وخذ هذا الملك بيدك. في هذه الليالي ينبغي علينا جميعا أن نحاول الالتجاء إلى الله، القرب إلى الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله قريب إلينا، وأن الراحل إليك قريب المسافة، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. لنأخذ الدنيا، لنأخذ الآخرة بهذا التضرع وبهذا الدعاء. أبطال هذه القضية كلهم الآن يعيشون هنا، والقضية وقعت قريباً، مو في زمان بعيد، قبل سنوات، يمكن 8 سنوات أقل أكثر. شاب مهندس يشتغل في شركة، هذا الشاب تتمرض زوجته، يذهب تؤخذ الأشعة، يتبين أن هنالك غدة كبيرة نبتت في جانب الرحم، غدة كبيرة، المرأة حامل، وهذه الغدة غدة خطيرة، لا بد أن تستأصل بعملية جراحية. الأطباء يقولون له لا بد من إجراء العملية، الطفل يموت حتما، الجنين، والأم 50% أكو احتمال موتها، يعني الأم الآن بين الحياة والموت. الشاب طبعا رجل، زوجته تكون بين الحياة والموت، طفلة جنينة يكون محتم الموت، هذا معلوم حالته. يأتي إلى العمل ولكن آثار التأثر واضحة. صديق من الأصدقاء أيضا مهندس يقول له ايش فيك فلان، فيشرح له الحالة، يقول له أنا عندي قند حديث الكساء، قند حديث الكساء. هو على تعبيره يقول الخطيب تعب شهر كامل وجمع أتعابه وأودعها في هذا القند، أنت أعطي هذا القند لزوجتك لعل زوجتك تنجو. زوجتك، الكلام مو حول الولد، حول الزوجة، الولد ميت لا محالة. هذا يأتي بكرة في 9:00 يريدون أن يأخذوا الزوجة إلى غرفة العمليات. الرجل في اللحظات الأخيرة يتذكر القند، يأخذ هذا القند ويقول هذا قند حديث الكساء. المرأة تأخذ القند وتتناول القند وتتوسل بالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. لكن توسل صادق، توسل بعد واحد دا يروح في طريق لا يعلم أنه يعود منه أو لا يعود منه. المرأة تذهب إلى غرفة العمليات، ولكن الخط قد اتصل.
إذا هذا القلب اتصل بالله، اتصل بأولياء الله، فكل شيء يمكن أن يحل. المهم هذا الاتصال، وإلا هذا المصباح إذا ما متصل بالمولد الكهربائي لا يؤثر، إذا اتصل يشتعل المصباح. القلب اتصل في حالة الطريق إلى غرفة العمليات، وتعلمون الله يجيركم من ذلك. الشخص اللي يودوه إلى غرفة العمليات تأخذه حالة رهبة، فكيف إذا كان احتمال موت 50%؟ تمشي وتمشي، تصل قريب من غرفة العمليات، تشعر بأن الآلام قد خفت. تتوجه إلى هذا الطبيب تقول له الآلام خفت، أنا ما أشعر بألم، أجل العملية. الطبيب أو الجراح يقول هذه حالة طبيعية، المريض عندما يشوف مبضع الجراح، عندما يشوف غرفة العمليات بعد هول غرفة العمليات ينسيه ألمه، تصر عليه أنه أجل العملية، أجل العملية، يؤجل العملية، الآلام تخف بالمرة، يأخذون هذه المرأة للأشعة، تخرج الأشعة أنه لا أثر للغدة بالمرة. والطفل يولد حياً سليماً معافى، الوالد موجود، وقد رأيته شخصياً في هذا المسجد، والأم موجودة، والطفل لا زال موجوداً. هذا هو أثر التوجه. الإنسان في هذه الأيام يطلب من الله مو فقط الكسب والتجارة والزوجة أو الزوج بالنسبة إلى المرأة، يطلب كل هذه، ويطلب ما هو أهم من ذلك. ذلك الرجل كما في الرواية سأل رسول الله صلى الله عليه وآله، كان قد أضاف رسول الله يوم في الطائف، بعدين سمع بالنبي صلى الله عليه وآله وأنه بعث وأنه كذا، جاء إلى النبي قال أتذكر عندما جئت ذاك اليوم إلى الطائف أنا مضيفك؟ قال ما حاجتك؟ قال حاجتي بعير شاة كذا. النبي أعطاه البعير والشاة وما أشبه. الرواية موجودة في الكافي وفي غير الكافي أيضا باختلاف يسير. بعدين النبي صلى الله عليه وآله قال هل لا سألني سؤال عجوز بني إسرائيل؟ قالوا وما كان سؤالها؟ قال عندما أراد موسى أن يستخرج قبر يوسف لينقله من مصر إلى فلسطين، لأن دفن في تابوت كما في الرواية، فأراد أن ينقله، سأل عن القبر، قالوا لا يعرفها إلا العجوز الفلانية. جاءت العجوز، أين قبر يوسف؟ قالت هذا العلم حملته في صدري سنوات طويلة، ما أبيع بثمن بخس. قال ما حاجتك؟ لاحظ، قالت أولا أن أعود شابه، وثانياً أن تصبح زوجة لموسى، وثالثاً أن تكون معه في درجته في الجنة. ولبيت طلباتها كلها. الإنسان في هذه الليالي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عاقبة أمره إلى خير. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا،
اللهم ارزقنا خير الدنيا والآخرة، وجنبنا شر الدنيا والآخرة. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أعوانه وأنصاره، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.